أنت طالب مدرسة أو عمرك بالعشرين وما عندك شغل، لسه ما عندك مسؤوليات وما عندك التزامات، هذا أحسن وقت إنك أنت تعمل فيه جسم. أنا أكتر وقت وصلت فيه للجسم اللي بدي إياه هو كان بهذا العمر، وكان أحسن تطور عندي لأنه كان في وقت زيادة، فأنا عمالي بإمكاني أتمرن زيادة، بإمكاني أتمرن مرتين بالنهار، وكنت أروح يعني أنا هلأ صار عندي إدمان للشعور الجيد في الجيم وكنت بحب الجيم، بس أني كنت أروح وكان الجسم بهديك المرحلة بيقدر يعمل ريكفري سريع أسرع من لما الواحد يدخل في الثلاثين وفي الأربعين، فكانت هاي المرحلة هي أحسن مرحلة. فإذا أنت بالعشرينات ركز أنك هلأ تحط أكبر إفورت ممكن على موضوع أنك توصل جسم معين ببالك، أنه هذه أسرع مرحلة ممكن أنت تعمل فيها الجسم.